أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. ومعطي حبيب الله ويروح رأسه أبو أحمد بعدها. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. لا تمنع عنا خيرك بشر ما عندنا، خزائنه ملأ جل جلاله لا تنفذ. كلنا بيتمنى الآن يصير لك طالب علم قوي، صاحب فهم عميق، صاحب إيمان عالي. طيب خزائن الإيمان وخزائن العلم وخزائن الفهم عند الله، إيش بيمنع ربنا تعالى ينزلنا إياه تمتلئ القلوب؟ بسبب سوء ما عندنا، سوء ما عند المستمع، ضعف ما عند المستمع، فبينزل على القلب ذرات. لذلك كل ما توجهت، والتوجه تدريب على فكرة يا إخواني، توجه القلب تدريب. كنا مرة خارجين في الهند، شفتنا جماعة خارج سبحان الله من الهند في نفس المسجد، مسجد كبير، عندهم مساجد كبيرة في الهند. فكنا قاعدين بحلقة التعليم، فنحن الله يغفر لنا التعليم عندنا القراءة نص ساعة لتربع ساعة مكسوم، وهي النص ساعة بنحرك 50 مرة، ويمين وشمال، وإيد يمين وإيد شمال، وبنتسطح من أم وظهري وإجري. وأنا أحد رائب الهنود اللي خارجين في المسجد، هن في نفس الوقت عم يعملوا تعليم، أحد عم راقبهم كيف قاعدين في التعليم. والله يا إخواني 4 ساعات بنفس المجلس، على الأقدام على الركب، جلسة التشهد، اليدين على الركبتين، النظر للمتكلم. فعلا كما وصف أحد الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال كأنهم كالخشب على رؤوسهم الطير، والطير لا تقف على شيء متحرك أبدا، أو تشعر الطير أنه قد يتحرك. وهذا يا إخواني وصف دقيق. نعذر أنه ما نفهم كثير بهذه الأيام، لأنه إحنا ما فيها التطبيق، بس مع التدريج ممكن نوصل الإنسان لمرحلة. الطير متيقن أن هذا الذي أمامها لن يتحرك، لأنه الطير مجبول على الخوف، حيوان عزكم الله مجبول على الخوف من بني آدم. فإذا شعر ولو للحظة أنه هذا الإنسان الجالس قد يتحرك، فما بيوقف على رأسه، كأنما على رؤوسهم الطير. فيا أخواني في الله، الله يوفقني وإياكم نتدرب، لأنه صراحة هاي المجالس ما بدنا نسمع فيها معلومات، المعلومات بتغذي العقول، ولكن بدنا نتدرب فيها على أعمال. من الأمور اللي نتدرب فيها أو نتدرب عليها في هذه المجالس، هو نتدرب على التوجه. بعدين إذا صار عندك توجه يا سلام، بتصير أي مجلس جلسته مع أي عالم، مع أي متكلم، مع أي صاحب إيمان، بتصير دغري بتلقط، بتصير عندك تدرب على التوجه، تدرب. وهذا يا إخواني في الله حقيقة يعني مع مجاهدة النفس. ليش بنقول دائما يا أحبابنا اللي قاعدين بعاد يتقاربوا؟ ليش؟ لأن الأحسن أن كل واحد، والله فطع مسجد اليوم لقيت كل المسجد اعتراف عاد عربية، كله داير لف من اليمين لشمال. قلت يا سلام، كنا أنا قاعد هون عم بعمل درس، الشباب كلهم موزعين على الطرف والدوائر 100%. بعدين ببلش تشوف الروس هيك عم طبطب يمين، بعدين طبطب شمال. خاف الله يا أبو خالد، بدناش نقول شو المسجد، لا نضرب مثال نحن. بعدين بتصير تسمع صوت تسمع صوت النفس أول شيء قبل الشخير. فهذا كله إخواني بده مجاهدة. للمجاهد نقول أنه تحاول قدر المستطاع أنك تجاهد نفسك بالإتعاب، تتعب نفسك. هذه يعني الأمور دائما نكررها حتى ربنا تعالى يرى المجاهدة في القلب فينزل الإيمانيات. مستعدين إن شاء الله؟
أنهينا في المرة الماضية أخواني في الله ونحن نتكلم عن قصة نبي عظيم من أولي العزم من الرسل وهو نبينا موسى عليه السلام. ولد، وضع في التابوت، ألقي في اليم، أخذه آل فرعون، جاءت الأوامر من النساء ومن الأطفال ممنوع القتل، اضطر يخليه عنده، وأكرمه ربنا جل جلاله بأن جاءت أخته وأعادته إلى أمه، وعلم ربنا أم موسى عليه السلام وكل الأمة إلى قيام الساعة ليعلم أن وعد الله حق. مقصود الصورة قلنا لتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ينتقل ربنا جل جلاله معنا بصورة سريعة إلى مشهد اجتاز فيه سنوات، وهو فترة الانتقال من فترة الرضاعة إلى فترة الرجولة. فقال جل جلاله في الآيات التي قرأناها في الصلاة: ولما بلغ أشده واستوى. في أي عمر يعني؟ الحقيقة اختلف العلماء والفقهاء في هذا العمر، فقال بعضهم 18 سنة يبدأ كمال القوة عند الشاب، وقال بعضهم في 30، وقال بعضهم في 40، والله تعالى أعلم أن 40 أو 30 أقرب إلى الصواب. والدليل آية، أعظم دليل لتفسر آية أن تستدل بآية أخرى. قال جل جلاله في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فقال الله جل جلاله: بلغ أشده وبلغ 40، يعني بلوغ 40 هو بلوغ الأشد. وقال في سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى، يعني 40. هذا أقرب تفسير، لأنه تفسير لآية بآية، ولأن الأنبياء ما نزل عليهم الوحي إلا عند 40. وسن 40 أحبتي في الله هو اكتمال القوة العقلية، اكتمال الطاقة والقوة العقلية عند سن 40. تبدأ القوة الجسدية والقوة الفكرية عند الإنسان في سن 18، وتبدأ بالتدرج، وهذا يختلف ما بين إنسان وآخر. البعض يتقدم عنده هذا الأمر، والبعض يتأخر عنده هذا الأمر، والبعض قد تجده في سن 20 يوازي عقل من كان عمره في 40، والبعض تجده في 40 عقله كأنه ابن 20. ولكن العموم أن الله جل جلاله جعل تمام بلوغ العقل في سن 40، وهذا سبحان الله يعني له حكم وفوائد مشاهدة عمليا في الحياة لا نحتاج إلى الكثير من تبريرها. ابن 40 يقول: أقل القليل قد مرت عليه فترة من الخبرات في الحياة. فلذلك المثل العام اللي بيقول: اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. ففعلا عندما يمر على الإنسان 40 سنة يكون قد مر عليه فترة لا بأس بها من الخبرات في الحياة، فيكون أهلا وصاحب حكمة لقبول الرسالة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وهذا إخواني في الله أكبر فضل من الله جل جلاله، أن تكون في هذا السن أو قبله من الذين آتاهم الله جل جلاله الدين وجهد الدين. وأكبر مصيبة أن ترى الإنسان قد شاب شعره واحدودب ظهره وتجعد جلده وبدأ الشيب يشتعل في جسده وهو
مصر على المعاصي، أو إن أقبل على الإيمان والطاعات يقبل إليها قبول الخجول. لذلك إن كنت ممن من الله عليك في صباك وفي شبابك وفي عمرك بالتقوى والإيمان والجهد للإيمان والدين، هذا فضل من الله. قال الله في آخر الآية: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وآخر الآية شو بتقول؟ وكذلك نجزي المحسنين. شو يعني؟ شو المعنى الرائع بهذا الختام لهذه الآية؟ ليش ربنا تعالى قال المحسنين بصفة الجمع؟ ولأنه إذا بده يقصد ربنا تعالى موسى عليه السلام لا أفرد الصفة، فقال وكذلك نجزي المحسن. وما عرفنا شيء لسه عن سيدنا موسى قبل هاي الفترة، ما عمل شيء لسه نحن نعرفه. في عنا فترة 20 أو 30 أو 40 سنة في قصر موسى ما بنعرف شو كان عم يعمل فيها سيدنا موسى. طب من يقصد ربنا تعالى وكذلك نجزي المحسنين؟ مين؟ ليش؟ شو سياق الآية يا مشايخ؟ واحدة نحن نفهم شو سياق الآية. عم ببين ربنا تعالى أنه شاب علمته وعطيته حكمة وهو من أهل الدين بده يجتهد للدين، فكأنه ربنا تعالى عم بقول يعني أنت الآن بس تشوف ولد صالح شو بتقول؟ ولك شو بقوله ما أعرف شو، الله يرحم أو يرضى على البطن اللي حملك، مش عارف شو المثل اللي بقوله بس إنه هيك شيء يعني. وتسلم إيدين أبوك، تسلم إيدين ما بعرف مين، تتذكر مباشرة أمه وأبيه، صحيح؟ وإن رأيت إنسانا والعياذ بالله صاحب مشاكل فأول ما يسب أبوه على هالتربية اللي مربينك إياها، على هالخلف اللي مخلفينك إياها، شو الخلفة شو هالتربية المربية، فينسب مباشرة الابن لأبيه ولأمه. فربنا تعالى قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي. ما إحسان أم موسى؟ أنها كانت متيقنة بأمر الله وقدمت الولد، فكأن الله يقول لكل أم ولكل أب: إن أحسنتم في تربية أولادكم في الصغر منذ وقت الرضاعة، بل منذ وقت الحمل وعند الرضاعة وبعد الرضاعة وفترة الإنشاء وفي سن السابعة وفي سن العاشرة وفي أكبر من ذلك وأقل من ذلك، وعلمتهم الصلاة وعلمتهم الدين، فبإحسانكم سترون ذلك عند الكبر. أما إنجليزي كيف؟ تمام. فرنسي كيف؟ مية مية. رياضيات يا سلام، أي مدرسة؟ أفخم مدرسة. طب شو وضع الاختلاط؟ شو وضع الدين؟ ما في حد حصة الدين. شو وضع الموسيقى اللي بعلموهم هي؟ ما في. شو وضع نهار الجمعة طيب المدرسة؟ لا مهم يا شيخ، شهادة حاجة تعقدوها، شهادة مرتبة منيحة يؤبر فيها الفقر. طيب بعدين أكيد ما في وكذلك نجزي المحسنين، أكيد بده يعود على أصابعه من الندامة. فيا إخواني في الله، هذه آية عظيمة وفضل عظيم من فضائل أم موسى عليها السلام. ثم قال جل جلاله، طبعا يعني الانتقال في القرآن من سورة إلى سورة رائع، كأن الله قال لنا ما استطاع موسى عليه السلام أن يصبر في قصر فرعون، وما استطاع أن يتحمل هذا النوع من الحياة الذي كان يعيشه في قصر فرعون. فقال جل جلاله بعدما قال وكذلك نجزي المحسنين، خرج سيدنا موسى على حين غفلة من أهلها. شو يعني حين غفلة من أهلها؟ يعني سيدنا موسى ترقب الفرصة اللي يظهر فيها من قصر فرعون، ما استطاع يتحمل، وقدر الله تعالى أن يكون في هذا الوقت الذي قد نزلت عليه الرسالة. حين غفلة من أهلها، يعني مش هم في غفلة يعني وقت النوم بالليل، لأنه سيدنا موسى ما بيعرف كانت طرقات برا. حين غفلة بوقت القيلولة، وهذه القيلولة كان يقوم فيها كل الناس اللي هي بين الظهر والعصر، خرج على حين غفلة من أهلها، بده يشوف شو بده يعمل. فهو بالطريق بيتفاجأ باثنين،
فوجد فيها رجلين يقتتلان فاتحين مشكل، هذا من شيعته وهذا من عدوه. شو يعني شيعته وشو يعني عدوه؟ التفسير الظاهر الذي يعني يقول به كثير من الناس، هذا من شيعته يعني هذا من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من قوم فرعون الأقبط. ولكن حقيقة هنالك معنى أبلغ، وقد يكون في نفس الوقت هذا المعنى ينطبق فيه. ما معنى شيعته؟ أنصاره، أتباعه، لا مش الأقارب. طب إذا كان القريب ليس على يعني الأمر الذي يريده موسى عليه السلام، ولو كان أخوه كن من شيعته؟ لا. طيب وإذا كان قبطي من قوم فرعون ولكن يتبع موسى بكون عدوه؟ الدليل الله تعالى قال في سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فإذا أثبت الله تعالى الإيمان لرجل من آل فرعون، فالمؤمن لا يوالي ولا يعادي بناء على القبلية والعصبية والعائلة، ديروا بالكم. وهذا والله أعلم التفسير الأبلغ والأصح، وهو أقرب لحال النبي. لا ينبغي لنبي أن يوالي لقبيلة أو عصبية. أنت من بني إسرائيل كيف ما كنت أنا بدي أنصرك، وأنت قبط من آل فرعون كيف ما كنت، وشو ما كان ترتيبك ودينك ونمط حياتك أنا بدي أنصرك، أبدا ما بصح. ولكن قد يكون هذا الذي من شيعته من بني إسرائيل ولكنه متبع له، وقد يكون هذا الذي من عدوه من الأقباط ولكنه غير متبع له. ولكن نحن ماذا نريد من هذه الآية؟ دائما نقول يا أخواني في الله، الذي يريده الله منا في القرآن بينه لنا. يريد الله تعالى منا أن يبين لنا أن أتباع موسى هم شيعته، هم شيعته، وأن الذين لا يتبعون نهج الأنبياء هم أعداؤه. فسيدنا موسى عليه السلام يا أخواني في الله مثل ما بينا سابقا كان طويل، بودي بيلدينج، عضلات، شديد، أسمر، صاحب هيبة، ظهره من بعيد فيه رجولة شديدة، وشعره أسود فيه تجاعيد. فلمن بني إسرائيل لمن أتباع موسى اللي هو من شيعته شافوا فعرفوا أنه من بني إسرائيل، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه. استغاث أي طلب الإغاثة، أغثني، هاجم علي يضربني فساعدني. وطبع الأنبياء أنهم ينصرون المظلوم في أي وقت كان وفي أي حال كان. ويريد هون ننتبه لمسألة مهمة جدا يا أخواني في الله. ظاهر الأمر أن سيدنا موسى عليه السلام ماذا فعل؟ نصر المظلوم، وهذا دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه أو تحجزه عن ظلمه. فهذه نصرتك إياه، بتمنع الظلم. ولكن حتى ربنا جل جلاله يعلم موسى ويعلم أمة موسى ويعلم أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويعلمني ويعلمكم درسا عظيما في هذه الآية. شوف شو كان التقدير الرباني. فسيدنا موسى عليه السلام واقف أمامه واحد عم يتخانق مع واحد، واثنين عم يضربوا بعضهم، فاللي عم ينضرب اللي مبين أنه هو ضعيف قال له يا موسى على السريع لحقني. فسيدنا موسى بده يباعد اللي هاجم، فوكزه، والوكز في اللغة العربية جمع يده ووضعها في صدره بده يبعده، فأبعده بجمع في يده على صدره، فوكزه موسى. قدر الله جل جلاله أن يكون وقت موت هذا في هذه اللحظة. لابد نؤمن يا أخواني في هذا. جيب لي السيارة من البيت،
هو نازل ضربها أو هو نازل وصلت تركيبة أنا فيها فيها شيء خرب ما كانت هيك قبل. ابتلاء من الله قدر الله جل جلاله له أن يكون هو الآن فيها حتى يبتليك. هي مكتوب أنه يصير فيها هيك الآن حيصير. وكزه موسى فقضى عليه، مكتوب أن يموت الآن. هذا القبطي اللي هو من أعداء موسى عليه السلام مكتوب عليه أن يموت الآن، ولكن قدر الله تعالى أن يكون موته في الوقت الذي وكزه فيه موسى. وسيدنا موسى ولا متوقع ولا يتخيل، وهذا الأمر الطبيعي، وهذا الأمر اللي هو أقرب للتفسير وأقرب للعقول، لأنه لا يليق بنبي أن يكون قتالا كما يقول كثير من الناس أن موسى قتل رجلا وصار يستغفر ويفعل. هلأ ما نشوف شيء يستغفر ربه. ولا يليق به أن يكون مجرما، ولا يكون به ليليق به أن يكون من يعني تعول الضربات القاضية، بوكس نزله في الأرض قوي وبطل وعنده هيبة وعنده رهبة، ولكن متربي في بيت الدلال، متربي في بيت يعني فرعون. قدر الله تعالى أن يكون، وهذا بصير أحيانا على فكرة، بصير يعني بحادث معين ما بتكون الضربة قوية، بموت فلان بضربة معينة ما بتكون قوية ولكن يموت فلان. يقدر الله تعالى لحكمة هو يعلمها ويراها أن يكون هذا السبب فيه موت فلان. فسيدنا موسى عليه السلام استغرب فوقع هذا الرجل صريع في الأرض فمات. فوكزه موسى فقضى عليه. مباشرة يا إخواني في الله إيش قال موسى عليه السلام؟ قال هذا من عمل الشيطان. أنا الآن بدي أسألكم سؤال، شو هو اللي من عمل الشيطان؟ شو هو اللي عمله موسى من عمل الشيطان؟ العقول بتقول كيف صف؟ هو ما قتله، ما قتله، شو هو اللي من عمل الشيطان؟ قال العلماء، شوفوا الفقه الرائع واربطوها بفقه حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عندما كان يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يقول يا رسول الله أغثني، زي ما هذا الرجل قال له لموسى أغثني، إجا خباب بن الأرت رفع عن ظهره قال له يا رسول الله أوقدوا النار ووضعوني على الجمر وما أطفأ الجمر إلا وذك ظهري، يا رسول الله هكذا الدهر هيك حنقضيها؟ فالعاطفي بتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ليؤدب هؤلاء ولو بتأديب بسيط كتأديب موسى. ولكن ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يصلح وكان يصبر وكان ينهى عن القتال. الزمن الذي كان فيه موسى عليه السلام في مصر مثل أي زمن؟ المرحلة المكية. المرحلة المكية بزمن النبي عليه الصلاة والسلام شو كانت؟ إني نهيت عن القتال فلا تقاتلوا، ممنوع حدا يرفع سيفه، اللي بيرفع سيفه بمكة آثم. طيب ومنكله ومننضرب متبهدل. الآن وقت الصبر والجهد، وسيمن الله عليكم بفتح قريب، حققوا المراد بسرعة. سيدنا موسى عليه السلام لا يصل لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أعظم الأنبياء والرسل عند الله، هو من أولي العزم من الرسل، ولكن درجة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه. وفقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الوقائع أعظم من فقه موسى عليه السلام. وطبع سيدنا موسى عليه السلام سريع الغضب، عشان هيك سريع الغضب ما بيمشي بالدعوة. ولكن لا أقصد بذلك سيدنا موسى عليه السلام، من نحن نتكلم عن موسى، أتكلم عموما أن سرعة الغضب في الدعوة إلى الله قد توقعك في أخطاء. الدليل أن سيدنا موسى كان سريع الغضب شو هو؟ سورة الأعراف، ماذا قال الله تعالى؟ عندما رجع ووجد قومه يعبدون الأصنام وكان قد وضع عليهم مين؟ هارون. شو عمل؟
ألقى الألواح. الألواح شو الألواح؟ ألواح الكتب السماوية رماها بالأرض. بالله لا تشوفني أنا حامل شي مصحف وشوفتني رميت المصحف وهجمت على واحد شو يا شيخ؟ السلام عليكم. طب تخيل سيدنا موسى عليه السلام ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ومسكي مش حي الله يعني لأنه في الآية الأخرى تقول أخذ بلح لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي راح إلى تقول له الرأس ولا يهرون مسكي خطيرة يعني ألقى الألواح وأخذ له رأسه بيضربه لا تأخذ سيدنا هارون أهدى شوي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي أنا عارف شو عم بعمل عم بعمل أنا حتى ما يتفرق ونظرك لا تيجي أنت بتدعيون إلى الله إذا أنا بدي أدعيون الآن ممكن يتفرقوا حفظت على جماعتهم حتى ما يتفرقوا المقصود أن موسى عليه السلام عنده سرعة في الغضب فأول ما شاف إنسان أغثني يا موسى ركض سيدنا موسى بده يبعده الأصل أن يجمع بينهم يؤلف بين قلوبهم ينصحهم فسرعة غضب موسى عليه السلام اتذكرها بعد ما وقع الحادث فإيش قال؟ قال هذا من عمل الشيطان وهذا ليس ذنب وليس معصية ننتبه الأنبياء معصومون عن الذنوب هذا ليس اسمه ذنب وليس معصية هذا ظاهره نصرة للدين ولكن خلاف شو الأولى فماذا قال موسى عليه السلام قال هذا أي هذا الذي فعلته من عمل الشيطان إنه من يعني شيطان إنه عدو عشانك يا إخواننا في الله واحد من شباب الله يزيخ دائما بقول كلمة جميلة بمصطفنه فيها بقول يا شيخ قدام نتكلم نحن عن الأعداء اللي موجودين بالأمة نتكلم عهول وعهول وعهول والله أكثر حدا لازم نتكلم عنه دائما نتكلموا عنه دائما المشايخ هو الشيطان هو أصل العدو وكل الأعداء اللي في الأرض بسبب عداوته إنه عدو مضل يعني بياخدك بطريق شوف بتقول أنت ضللني الطريق يعني كنت واقف ضايع أمل لي يمشي من الطريق مشيت بعدين انتبهت أنه خطأ شوف كلمة مضل مضل يعني أنا ظنيت أنه إذا نصرته بهذا البوكس بعدته بكون نصرته ولكن مضل مبين بعدين شو عمل سيدنا موسى عليه السلام مباشرة بعد الذنب استغفر قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي مباشرة قال الله تعالى فغفر له عشانك يا إخواني في الله منقول دايما أنا أعذر كثيرا من الشباب عندما تحركهم العاطفة ولكن يا حبذا أن يراجعوا أنفسهم مباشرة ولهم في عمر أسوة بس نتكلم عن السيرة واليوم عم نتكلم عن سيدنا موسى ولهم في موسى عليه السلام أسوة ولكن يا حبذا يراجعوا أنفسهم مباشرة ما في كتئم إنسان من عطفته وقد يقع في الخطأ ولكن عندما يبصره من هو أعلم منه وأفهم منه في هذا الباب فلا بد أن يعود مباشرة ليتراجع قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم بعدين إيش قال سيدنا موسى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين خلص بما أنك أنعمت علي بالمغفرة فيا ربي لن أكون ظهيرا للمجرمين بعدين سيدنا موسى عليه السلام الآن بما أنه وقع على يديه قتيل صار إيش خائف فمرت هاي الليلة بعد ما اتكتم عن الموضوع في فلان من الأقباط مات وفي فلان من بني إسرائيل كان عم يتخانق معهم في حدا قتله مش معروف مين اجت الدولة واجت الجيش وبلشوا يحقوا بالموضوع وعم يفتشوا مين اللي عم يقتل فالذي وقع في شيء كهذا يبقى بخوف الآن إذا في ناس عارفين حالهم ما عم يمشي بيجي الجيش بيجي أي نوع من أنواع الأمن فالذي يطمئن يعني ما عم شيء عارف نفسه ما في شيء لا يخاف لما الذي في يعني فعل شيء بالعمية شو نقول نحن لتحت بطن سلب تنهره شاك هذا المثل يعني اللي عامل شيء فيه ما بيقدر فسيدنا موسى عليه السلام وإن كان معذورا فيما فعل ولكنه خائف فقال جل جلاله فأصبح في المدينة خائف خليني أعلع كلمة خائف هل يليق بالنبي أن يكون خائف شو رأيكم ممكن يكون النبي خائف بسم الله. طب كيف الله قال خائف لك أنا؟
الخوف نوعان، الخوف الفطري البشري، وهذا لا يخرج منه أحد ولو كانوا أنبياء. لذلك نقول للذي أعدك يفكر حاله بيفهم بالقرآن، فأعد يتفلسف فقرأ الآية في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فجعلوا يقول أن أبا بكر رجل خائف، خائف يخاف. طبعا خوف أبي بكر بإجماع الأمة أنه لم يكن على نفسه، أنه كان على حبيبه صلى الله عليه وسلم. الدليل أنه ما فوتوا على الغار قبله، الدليل أنه عندما وصلوا على الغار قال له: عمالك يا رسول الله أنا فوت. دخل على الغار سيطلع فتش في حياة، في عقارب، في شيء مؤذي، نظف الغار، شاف فيه كم ثقب، خزأ ثيابه، حط الشؤف من ثيابه بالثقوب وجلس، بقي في اثنين ثلاثة، حط ايده قدمه، قال: يا رسول الله ادخل. هذا بخاف؟ ويا سيدي خليني سلم معك، جدل انه خيفان على حاله. وهل في ذلك من قصى ان يخاف الانسان؟ الم يثبت ربنا الخوف لموسى؟ بهاي الصفحة، ثالث صفحة بسورة القصص، الله ذكر مرتين ان موسى كان خائفا. هاي الآية: فاصبح في المدينة خائفا يترقب. وهلأ بعد شوي حنشوف بس صارت معه القصة الثانية، فخرج منها خائفا. طب كيف نبي من الأنبياء ورسول من الرسل وأولو العزم من الرسل يخاف؟ هذا خوف بشري طبيعي، ليس منقص في حق الأنبياء. لذلك الآن يقول الإنسان، يعني من الأشياء اللي بيخطوا فيها الشباب أحيانا، مرة ما بعرف أن كنا خارجين بعكار، بعكار بتعرفوا جبال وكذا، فطلعوا الشباب برا هكا متمشوا، شافوا حي، أم واحد من الشباب خاف، أم واحد قال له: أعوذ بالله، وين اليقين؟ ما في اليقين، ما بروح أمسك ضيفر، وين اليقين حبيب؟ فبعدين بآيات أخرى سيدنا موسى بس كب العصي وصارت ثعبان، شو صار؟ ولا خائفا. الله تعالى قال له: خذها ولا تخف. طبيعي انه يخاف. هذا نبي يا سيدي رسول، وانت يعني واذا خرجت يعني واذا تعلمت لك كم مره واجتهدت وقرات على اليقين وسمعت اليقين صوت خلاص، يعني ليس هذا المقصود من الخوف الممنوع، هذا خوف فطري بشري. فاصبح سيدنا موسى في المدينتان يوم الصبح، المخابرات كلها منتشره منطقه، بدنا فلان لفلاني، مين اللي قاتل القبطي؟ فأصبح في المدينة خائفا يترقب. ما في روح على قصر موسى، لأنه هو أصلا طلع من قصر موسى، ما قدر يتحمل العيش بقصر موسى، وطالع قاعد يطلع من حي لحي، من زروبي لزروبي. هكذا الأنبياء بدوا يعيشوا، هكذا الأنبياء يمروا في فترات التربية، يمروا في فترات فيها مجاهدة وتربية للنفس، وإذا به في حي من الأحياء بشوف اللي كان مبارح عم بعيط له، عم بعيط له مرة تانية، بس واقف مع واحد تاني قبطي. آه انت حبيبي مشكلجي، يعني مقضي لي كل يوم مشاكل وبس يشوفني بعيط لي. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يستصرخ أي تعال إلي حتى أوقف صراخي. عشان هيك الشيطان إيش قال في سورة إبراهيم، ربنا ماذا قال؟ فلما قضي الأمر قال ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إحنا لا أنا فيني، عم بيحكي الشيطان مع أهل النار، حاجة تصرخوا، لا أنا فيني وقفكم صراخكم ولا أنتم في توقفوا لصراخي، اثنين حنصرخ إن ضل بالنار والعياذ بالله. الشيطان عم بيقول له لأهل النار، قالوا له أنت السبب، أنت اللي ضليتنا، أنت اللي أغويتنا. هو قال له أنتوا اللي اتبعتوني. آخر شيء قال له ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، لا حوقف أنا صريخ ولا أنتم حنوقف صريخ والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية يا أخوان، نعوذ بالله من كيد الشياطين. فاطلع فيه، قال له ها امبارح وقعتني بسببك بشيء مخالف لنهج الأنبياء،
فلن أفعل هذا اليوم. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى لمين؟ لمن بني إسرائيل. قال له موسى إنك لغوي. من هو الغوي؟ الذي يغوي الإنسان، أي يظهر له شيئا ويريد من هذا الشيء شيئا آخر. إنك لغوي مبين، أنت بدك إياني ارجع إجي وأعمل مشكل وأضربه لحتى يجوا ويأخذوني. فحمل حاله ودلوا ماشي. فعندما ناداه موسى بهذا النداء قال له إنك لغوي مبين، وطيب هالطول وهالعرض وهالقوة، أم خاف منه أم قال بدي أفضحه. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هلأ كنت عم تناديه حتى يساعدك. فقال له شو ليه عم تصرخ علي؟ بدك تقتلني زي ما قتلت واحد بالأمس؟ وكانت المخابرات وين من تشرح، وكان الجميع منتظر يعرف مين هو اللي قتل القبط البارحة. قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، هو عم بخاطب سيدنا موسى، وما تريد أن تكون من المصلحين. هلا صار بدك إصلاح، إنه أنت يا موسى ما بدك تصلح بينه وبينه، ما تريد أن تكون من المصلحين. فسيدنا موسى عليه السلام سمع هذا الكلام فولى مسرح. فماذا يفعل الآن؟ فبين ربنا جل جلاله قصة رجل عظيم من آل فرعون، فقال جل جلاله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وين في مثل هاي الآية؟ هي ذاتها؟ شو الفرق طيب بينه وبين سورة حسين؟ ها؟ لا لا لا، شو فرق بالكلمات بالآية؟ هيدي بشو؟ هاي بالقصص بياسين. ها؟ وين الحافظين سورة ياسين؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وبالقصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. طب وشو الفرق بين الاثنين؟ وحدي جاء رجل من أقصى المدينة، ووحدي وجاء من أقصى المدينة رجل. شو الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين، حدا عنده جواب؟ الفرق بين الاثنين يا إخواني في الله ما فينا نعرفه إلا من ننظر لسياق الآيات. في سورة ياسين الله جل جلاله يبين حال الداعي الذي يتحرك لنصرة المرسلين، فبين الله جل جلاله بعد المدينة التي هو فيها قبل أن يبين من هو، فقدم المدينة ليبين بعد المنطقة التي جاء منها، فقال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هاي في سورة ياسين. أما في سورة القصص الله جل جلاله لا يبين حال رجل يتجول، مش عم يبين حال جول الآن وفضائل الجولة، لأنه سورة ياسين في قصة صاحب ياسين حبيب النجار، هاي بحد ذات الصفحة فيها فضائل الجولة، الذي يقول من أين لكم بالجولة وما الدليل على الجولة، هذه الصفحة كلها فضائل الجولة. ففي سورة القصص الله جل جلاله يبين هنا قيمة الذي ينفر للنصح ونصيحة المسلم، فقال جل جلاله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، مش من أقصى المدينة رجل. هنا يبين عظمة الرجل، بسورة ياسين يبين عظمة السعي فقال يسعى. من هو هذا الرجل؟ مش معروف. وشو بده الرجل مش معروف؟ قيل لعمر رضي الله تعالى عنه مرة عن أناس كانوا في الغزو فقالوا يا عمر ولكنك لا تعرفهم، فصار يبكي عمر وقال وماذا يضرهم إذا كان عمر لا يعرفهم إذا كان رب عمر يعرفهم. وإن شو بضرهم إذا عمر بيعرفهم؟ إن شاء الله اجتهدوا ولا خرجوا ولا غزوا ولا قاتلوا وتحركوا حتى يشوفوا عمر. وماذا ضرهم إذا لم يعرفهم عمر؟ أو ما يكفيهم أن رب عمر يعرفهم؟ فهذا رجل مجهول ولكنه عند الله معروف. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، على السريع النصح الذي تستطيع أن تقوم به وتنصح به فسارع إليه بسرعة، لا اتركه خليه يوقع وتعلم من غلطه، ما بيجوز سرعا. إذا رأيت إنسان على خطأ لا يجوز أن تتركه،
يسعى على السريع. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. شو يعني الملأ؟ الذين تمتلئ عيون القوم بهم، يعني من هني؟ هؤلاء تعول يعني حاشية السلطان واللي بيكونوا حواليه واللي يسموا الرعية واللي يسموا الحاشية، فبكون نفس الفكر حطتهم مثل فرعون نفس الفكر. فقال لهم شو القصة؟ قالوا له شكله هذا هو اللي بده يزيل ملكك اللي حلمت فيه من 40 سنة، إنه في نار طالعة من فلسطين وجاي على مصر أزالت وأحرقت ملكك، فسارع بقتله. فإجا هذا الرجل لعنده. كان من وين هذا الرجل؟ لا، هو شو جنسيته؟ من الأقباط، من آل فرعون. وجاء رجل من آل فرعون، فهو قاعد بالقصر بس كان مخابرات لسيدنا موسى الله هيئ له إياه. إجا قال له الملأ عم بيتشاوروا بدهم يقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، اطلع من كل المدينة. لذلك المكان الذي لا تستطيع أن تعبد الله فيه ولا تستطيع أن تقيم فيه الدين أذن الله تعالى لك فيه أن تهاجر، ولا تقول يوم القيامة يا ربي ما كنت أستطيع أن أقيم الدين. الدليل قال الله جل جلاله عن هؤلاء الناس الذين يتحججون بالبيئة، ما أضر بيئة شغلي وبيئة عملي، ما أضر روح أنا منطقة تاني. فشو الملائكة بتقول لهم يوم القيامة؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. عليك أن تبقى في أرضك إلى أعلى مستوى تستطيع أن تقيم فيه الدين. إذا وصلت لمكان عم بقل فيك الدين وجب عليك أن تهاجر، وجب عليك أن تهاجر. عشان هيك يا إخواني في الله أقول له للإخوة أحيانا، أنا أعد أحيانا الخروج في سبيل الله نوع من أنواع الهجرة وإن كانت هجرة قريبة. شيخ ما زبط معي شغل وبيت ومصلحة ما زبطة، طيب حبيبي اطلع هاجر، مش عم أقول لك هاجر من كل بلدك، اهجرها قليلا لبعض الأيام، خليك اقطع لي عن الدنيا بعض الأيام لا تترقى بالإيمان لا تعرف ترجع كيف تعيش. هذه نوع من أنواع الهجرة وإن كانت هجرة قصيرة الأمد مش طويلة الأمد. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فسيدنا موسى حمل هالغراض بسم الله، فخرج منها خائفا يترقب، ويا ربي ما حدا يشوفني، إيش عم يدعي؟ قال ربي نجني من القوم الظالمين. فلما توجه تلقاء مدين، وين مدين؟ بشمال الجزيرة العربية. وين يعني مدين؟ باليمن. وينك يا مصر؟ وينك يا يمن؟ وبدك تطرق مشوار يا موسى، وما قصده اليمن، قصده يمشي في هذه الاتجاه في مكان فيه نهر، نهر النيل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وين بدي روح؟ لا معي مرأة ولا معي ولد ولا معي أم ولا معي أب ولا معي أخت ولا معي أخ. وربنا تعالى ما أخبرنا في القرآن، أكيد ماتت أمه وماتت أخته وليس معه أحد إلا الله. وبقي يمشي ويمشي 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 حتى وصل إلى مكان متعب جائع مريض، كل أنواع التعب صب عليه، يمشي تعب جسدي وتعب نفسي، لا في مصاري ولا في أكل ولا في شرب ولا في أمن، متوقع بأي لحظة طب على دوري وتسحبه، ما في أمن، في خوف. وصل على منطقة فيها مي، قال جل جلاله ولما ورد ماء مدين، ماء بمنطقة اسمها مدين. وطبعا يا إخواني في الله ذكر ربنا جل جلاله في القرآن الكريم أن مدين هي المدائن اللي هي لنبي الله شعيب. فهل هو شعيب النبي عليه السلام؟ أصح الأقوال أنه ليس شعيب اللي حيشوف بناته اثنين واقفين على الماء، لأنه لا يليق بنبي أن يرسل بناته. فعندما وصل إلى الماء نظر فإذا بمجموعة من الناس معهم غنم وقاعدين يسقوا الغنم، وعجنب في بنتين ومعهم غنم، والآن سيدنا موسى عليه السلام فقير
مريض جائح، شو تكلم مع البنتين وماذا ردوا عليه، وما فقه التعامل بين الرجل والمرأة والشاب والبنت، وكيف تخاطب البنت الشاب، وكيف يخاطب الشاب الأعزب البنت، وما حدود النظر بينهما، وما حدود التخاطب بينهما، وهل يجوز لموسى أن يخدمهما، وإن خدمهما موسى فكيف يخدمهما، وما نتيجة التقوى في هذا إن كان في عمرنا بقية إن شاء الله عز وجل. الأسبوع القادم نكمل هذا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.